الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وأفلح من يصلي على محمد وآله الطاهرين. نشكر الأخ القارئ جعفر الحمد على هذه التلاوة العطرة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي ومولاي بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه، وإلى جده رسول الله وأمير المؤمنين وآبائهم أجمعين، وإلى المراجع والعلماء العظام والأمة الإسلامية بأجمعها بمناسبة مولد النور السيدة فاطمة الزهراء البتول ابنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. نبينا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحبه الغر الميامين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. السلام عليكم أخوتي وأخواتي الكرام ورحمة الله وبركاته. السلام على الزهراء البتول ريحانة رسول الله وروحه الذي بين جنبيه. السلام على تفاحة الفردوس وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام على أم أبيها، والسلام على المظلومة حقها والمكسورة ضلعها. السلام على من رصعت بين الباب والمسمار فأسقط محسنها. السلام على المدفونة ليلا والمجهولة قبرا. السلام على شفيعة شيعتها ومحبها يوم الجزاء. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا قرة عين الرسول، ويا زوجة سيف الله الغالب علي ابن أبي طالب. أما الآن مع كلمة لفضيلة الشيخ علي المتغوي، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أحيت كل عالم الحياة حوري إنسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. كما نبارك لكم مولد الصديقة الزهراء سلام الله عليها. الوقت قصير عادة في الاحتفالات، يعني ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة يعطونك، والحديث هو عن الزهراء سلام الله عليها. نبدأ تبركا بكلمات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الزهراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الله تعالى خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الأرض كفء آدم فمن بعده، أو من بعده ذريته، يعني غير علي سلام الله عليه لا يوجد كف لفاطمة سلام الله عليه. هذه الروايات وهي الأحاديث أردنا أن تعتبر بوابة للدخول إلى موضوعنا هذه الليلة. يتحدث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن بنته فاطمة فيقول: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آداها،
وسئل مرة: يا رسول الله، أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد. صلوا على محمد وعلى محمد. ولها من الألقاب الشيء الكثير: أم أبيها، وتفاحة الفردوس، وغيرها، والزهراء، وألقاب كثيرة ووصف كثير في حق الزهراء سلام الله عليه. معرفة فاطمة والتعريف بفاطمة سلام الله عليها يعتبر من أصعب الأمور، ويعتبر أمر عسير أن يتحدث الخطيب أو يتحدث المتحدث المتكلم عن فاطمة سلام الله عليه، خاصة في سويعات قليلة. هذا من أصعب الأمور أن يتحدث الإنسان عن فاطمة. حينما يقول السيد الإمام رحمة الله عليه ويتحدث عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ليقول عنها: لولا أن الزهراء امرأة، يعني لو كانت الزهراء رجلا لكانت في موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت في موقع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحديث عن الزهراء من الأمر العسير والصعب، لأن الزهراء لم يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يدرك مداها وفضل الزهراء وعظمة الزهراء وشخصية الزهراء إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. فإذا بريد نتحدث عن شخصية كهذا، أو شخصية يطلق عليها أم أبيها، هذه شخصية عظيمة التي سوف تكون في موقع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبهذه المثابة. ويكفي من الزهراء سلام الله عليها إنها أم الأئمة. إحنا نقول الجنة تحت أقدام الأمهات، فكيف إذا كانت مثل الزهراء سلام الله عليها أم الأئمة؟ فما هو موقع الزهراء، عظمة الزهراء، شخصية الزهراء؟ فالحديث عن الزهراء في سويعات، في 10 دقائق، ربع ساعة، في ليلة احتفال، أنا ما أقول ظلم للزهراء، ولكن هذا أداء واجب لحق الزهراء ولو شيء قليل. كلام عن الزهراء يحتاج إلى مؤتمرات، الحديث عن الزهراء يحتاج إلى مؤلفات، الحديث عن الزهراء يحتاج إلى محققين، علماء، شخصيات تبحث في شخصية الزهراء في جميع أبعادها. الزهراء لها أبعاد كثيرة، لها أبعاد إيجابية كثيرة في شخصيتها. ولذلك هذه الليلة، حديثنا في هذه الليلة، نحاول نسلط الضوء على الزهراء القدوة، على الزهراء الأسوة. نحاول بقدر الإمكان أن نعطي تطبيقات، أن نعطي إسقاطات، أن نعطي مصاديق من خلال أسوة الزهراء، من خلال مصداقيتنا واتباعنا للزهراء، ونعتبرها قدوة، ونعتبرها أسوة. فبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نعطي تطبيقات كشيء مختصر، لأن الوقت قصير جدا، ونحن بحاجة إلى التطبيقات، وحاجة أن تكون الزهراء هي الأسوة التي نتبعها. اليوم إحنا لو سألنا هذا السؤال للأخوة الحضور وإلى الأخوات الحاضرات: من هي قدوة النساء في هذا اليوم؟ الآن لو نسأل على الآباء، عند الآباء، عند الأمهات، عند الأخوات، في مجتمعنا هذا، من هي قدوة النساء في هذا اليوم؟ ويمكن نطرح على الرجال: ما هي قدوة الرجال في هذا اليوم؟ من هو الأسوة؟ من هو القدوة؟ يمكن كثير من الناس الآن يتحدث بسرعة وبعجلة، يقول: أنا قدوتي علي بن أبي طالب سلام الله عليه،
واحد يقول قدوتي الحسين ابن علي، واحد يقول قدوتي فلان، أكيد يعني أكيد من تسأله يقول لك شنو قدوتي علي بن أبي طالب، وقدوتي الحسين، وقدوتي الحسن. والمرأة سوف تجيب إن قدوتي هي الزهراء، وقدوتي هي السيدة زينب سلام الله عليها. لكن تعالوا، مش قضية، ليست قضية نظرية وليست قضية هو حديث لسان، خلونا نرجع إلى الواقع، إلى واقع اللي نعيشه. ليش نقول احنا نذكر تطبيقات اليوم؟ الواقع اللي نعيشه، الواقع الشبابي، واقع الشابات، واقع النساء على مستوى المبدئي، على مستوى السلوكي، على المستوى الأخلاقي، على مستوى الانتماءات، أبعاد كثيرة يمكن ناخذها الآن في شخصية الزهراء. هل المرأة اليوم تستقي هذه الأبعاد من شخصية الزهراء على واقع مجتمعنا اللي نعيشه الآن، على مستوى الموضات، اتباع الموضات، زهراء هكذا، على المستوى العاطفة الزوجية، العلاقة الزوجية في البيت والأسرة، على مستوى السلوك العائلي، هل الزهراء هي القدوة؟ هل الزينب هي القدوة في داخل البيت، في داخل الأسرة، في سلوك الأطفال، في سلوك الأبناء؟ هل هو أمير المؤمنين القدوة في أخلاقيات الرجل مع الزوجة وفي أخلاقيات المرأة مع زوجها؟ هل هي الزهراء هي القدوة السيدة زينب سلام الله عليها في حركة المرأة الآن في واقعنا، مجتمعنا الآن؟ لو إنسان يحاول يقرأ الواقع، إحنا نبغى نقرأ الواقع، ليش قلنا تطبيقات؟ مستوى علاقتنا، مستوى تعاطينا مع هذه الأبعاد، مع شخصية الزهراء سلام الله عليها. إذا قلنا إن قدوتنا الزهراء على مستوى العملي، على المستوى النظري، يمكن كل واحد الآن يقول قدوتي الزهراء، واحد يقول قدوتي أمير المؤمنين على مستوى النظري، لكن على المستوى العملي قد نظلم الزهراء. إذا نقول إحنا قدوتنا الزهراء سلام الله عليها، قدوتنا الزهراء في البيت، قدوتنا الزهراء في الطريق، قدوتنا الزهراء في المأتم، قدوتنا الزهراء في كل مواقعنا، كنت أمرأة، كانت أمرأة أو كان رجل، أو يقول قدوتنا علي بن أبي طالب. إحنا مستوى علاقتنا مع هذه الأبعاد التي تتصف بها الزهراء سلام الله عليها، إحنا واقعنا بعيد جدا عن حياة الزهراء، هذه العملاقة هي اللي تكلمنا عنها الآن، اللي يوصفها قرآن الناطق، يوصفها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: بضعة مني من آذاها فقد آذاني، ومن آذاها فقد آذى الله. يعني قرآن ناطق، قرآن متحرك كما هو علي بن أبي طالب، القرآن مع علي، وعلي مع القرآن، القرآن مع فاطمة، وفاطمة مع القرآن. وبالتالي أقول إن قدوتي الآن مجتمعنا وواقع مجتمعنا العملي وأسرتنا وحركتنا، الرجال في علاقتهم مع النساء، النساء مع علاقتهم مع الرجال على مستوى الزوج والزوجة، على مستوى كذا، على مستوى علاقاتنا الاجتماعية، على مستوى سلوكياتنا، هل قدوتنا أمير المؤمنين؟ هل قدوتنا الزهراء سلام الله عليها؟ إنسان يرجع إلى الوراء، يراجع واقع ساحتنا الآن، واقع مجتمعنا، واقع أسرنا. أنا الآن أتكلم عن هذا الموضوع باعتبار التطبيقات العملية اللي أشوفها في هذا اليوم خطيرة جدا. في الأسبوع الواحد، يمكن في ليلة من الليال، قبل ليلتين، تشوف أخوها الثنتين يتصلون: ها خير إن شاء الله، بفارق نصف ساعة أريد الطلاق. تتصل بعد نصف ساعة أخت من الأخوات تقول أريد الطلاق. كم متزوجين؟ قال والله 12 سنة. تي كم متزوجة؟ قالت 15 عام. هذه 15 سنة متزوجة، وهذه متزوجة 15 11 سنة. والليلة الواحدة في الأسبوع عليك الحساب. هذا بس مستوى الطلاق الآن وانتشاره. وإذا تروح للأسباب، للمعالجات، تشوف القضايا، الحالات الأسرية خطيرة. هذا أنا أتكلم من الشخص، أنا هي اللي تفد إلي بعض القضايا الأسرية،
وروح لبعض المشايخ، وروح للمراكز، وروح لبيوت العلماء ومكاتب العلماء، حالات خطيرة. ترجع تشوف تأثيرات كثيرة من واقعنا ومن سلوكياتنا، تأثيرات الموجودة، أدوات التواصل الاجتماعي، الضوابط، ضوابط يعني مثل ما تقول عدم الضوابط الشرعية للمرأة، ما عندها ضوابط شرعية في علاقتها مع الزوج، وعدم الضوابط الشرعية للزوج اتجاه زوجته. حالات الخطيرة اللي قاعد نعيشها، حالة التفكك اللا عاطفة، اليوم شي يسمونه لا عاطفة بين الزوج والزوجة، كأن جدران جالسين بالبيت. وفي أسباب كثيرة، في أسباب كثيرة أدت إلى حالة اللا عاطفة. العلاقة الزوجية بين الزوج يمكن في السنة الأولى، السنة الثانية قاعد يشوفها، بعد سنوات يصير حالة الروتين، وفي مؤثرات، مؤثرات العمل، مؤثرات أخرى، مؤثرات التواصل الاجتماعي، وهكذا. أكو كثير من القضايا، حالات الاختلاط. إحنا حينما نتحدث عن الزهراء كقدوة كأسوة في خلال ربع ساعة ثلث ساعة، ماذا أتحدث؟ شو تريدني أتكلم عن مبدئية الزهراء سلام الله عليها كامرأة مبدئية في أول خطاباتها، في أول حديثها مع الأنصار، مع المهاجرين، مع الذين بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تشوف تأكد على البعد العقائدي، البعد المبدئي، تشرح الإسلام من ألفه إلى يائه. هي مبدئية الزهراء، مواقف الزهراء المبدئية لنصرة الإسلام بعد رسول الله، أيام الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف نتعاطى مع هالمبدئية المبدئية اللي عند الزهراء سلام الله عليها؟ مستوى علاقتنا المبدئية بهذا المستوى، علاقتنا بالإسلام، ارتباطنا بالإسلام، ثقافتنا بالإسلام. كلام الحديث عن السيدة الزهراء حديث يطول، الأبعاد الإيجابية اللي في شخصية الزهراء كثيرة. على مستوى السلوك، سلوك الزهراء سلام الله في علاقتها مع أمير المؤمنين، احنا اليوم قاعدين يناقشون كثير من في الإرشاد الأسري، وكثير من الشخصيات العلمائية وغير العلمائية، شلون المرأة توفق بين البيت والعمل. مو الشكل الزهراء أسوة ومصداق، شلون استطاعت مربية بأعلى المستوى، مربية للأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وصل بها الدرجة أم أبيها، حمايتها للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعني رعايتها للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في هذا البعد، مستوى الكمل. احنا اليوم قاعدين نتكلم عن المرأة كيف توفق بين العمل والتربية. زين، هذا في حالات يصير العمل واجب على المرأة، حالة اضطرارية. طب الإسلام ما يرفض أن المرأة تعمل، لكن في أكثر من الحالات مو على مستوى الوجوب على المرأة، وتجيك تطرح العمل في قبال التربية، وقاعدين احنا في مشاكل تترتب عليها آثار خطيرة في الحياة الزوجية، التفكك العاطفي، التفكك الأسري، تربية الأبناء، وهذه الخلية المقدسة اللي تربي مجتمعاتنا. لا أكثر من ذلك، يعني احنا نقول عملك قد يكون ضرورة، إذا كان ضرورة يصير واجب، وما دون ذلك فأكثر مستحب، أو أكثر شنو؟ غير مستحب، غير واجب على المرأة. لكن تعال انت الحين في عقد الزواج، في عقد الزواج تجي تشترط العمل، في عقد الزواج ولي الأمر هي تقول له لازم تحط في قيد في وين عقد زواج، ويمكن حتى هي مليونيرية، ويمكن وضعها المالي ما شاء الله، هي ما تحتاج للعمل بالأساس، ولكن بعدين تجي الانعكاسات على حساب وين؟ على حساب التربية، وشغلها خارج البيت مو واجب. وللأسف الشديد بعد لو عملها خارج البيت في مكان غير مختلط، يعني هم على مستوى تربية الأولاد أكو تقصير على حساب العمل، يعني العمل أخذ الشيء الكثير من موضوع تربية الأبناء، والأكثر من ذلك بعد مو واصل لدرجة الوجوب.
احنا نقول ما واصل لدرجة الاستحباب بالنسبة للمرأة اللي بتروح بتشتغل في عمل مختلط، لا من هذا استفادت من جانب وصار عليها تأثيرات كثيرة وخطيرة على سلوكها وعلى كذا وعلى كذا، الجانب الآخر صار مستوى التأثير على مستوى تربية الأبناء. زين، وين مصداقية الزهراء؟ وين إن الزهراء أسوة؟ مو واجب عليه العمل وتفرط بوين؟ بالحياة الأسرية. ويا صار بعد قضية الشفتات، هذا من بعض الأشياء أنا أذكرها كتطبيقات، أتكلم مو فقط من فراغ، أتكلم من تطبيقات، من قضايا أسرية خطيرة قاعد توصل. إذا فرضنا أن هذه المرأة شفت تشتغل شفتات والرجال يشتغل شفتات ولا يتلاقون في البيت إلا شنو؟ يعني نصف ساعة، ساعة، ساعتين، أو يجي الساعة 12 بالليل. زين، لا الأولاد حصلوا على البعد التربوي والبعد العاطفي من الأبوين، ولا هم في قضية الارتباط العاطفي فيما بينهم شنو؟ متماسك على مدى الأيام، يصير الحالة العاطفية بين الزوج والزوجة غير متماسك. والأخطر من ذلك إن كان الزوج يشتغل في عمل مختلط والمرأة في عمل مختلط، تأتي البدائل، الزوج يبحث عن البديل ويتأثر بالبديل اللي يعيش فيها 8 ساعات، وهي ما يعيش فيها 8 ساعات، يعيش مع المرأة الأجنبية أكثر من 8 ساعات، والثمان ساعات وزوجته لا يعيش في هذه الفترة بأكملها، والزوجة كذلك تعيش مع الرجل الأجنبي أكثر مما تعيش مع زوجها. هذه الفترة الربع ساعة ثلث ساعة فقط تطبيقات، يعني ما نستطيع أن نتحدث عن الزهراء سلام الله عليها في شخصيتها كما ذكرت، لأنها تحتاج شخصية الزهراء طوال العمر تحقيق مؤتمرات ومراكز بحوث وكتاب ليتطلعوا على شخصية الزهراء. وكما قدمت في البداية، لا يعرف الزهراء إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف أبعاد الزهراء وشخصية الزهراء إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. إحنا إذا بنعرف الزهراء، إلى الآن معرفتنا بالزهراء معرفة سطحية، تحتاج لتعمق أكثر، لكن حاولنا بقدر الإمكان أن نطرح الزهراء اليوم كأسوة كقدوة، ونحاول بقدر الإمكان أن نصل إلى شخصية الزهراء ولو بالمقدار الذي إن شاء الله، ونطلب من الله أن نكون شنو؟ أن تكون الزهراء أسوة، أن نقترب ونتعاطى من سلوكيات الزهراء، من فكر الزهراء، من وعي الزهراء. أنا في هاللحظات حاولت أنهم أحب أذكر تطبيق من التطبيق، لأن الشيء مختصر. وعي الزهراء سلام الله عليها، معرفة بالشر، بالفكر الإسلامي، بالقرآن الكريم، هذه نعتبرها قدوة، نعتبرها أسوة. اليوم أنا فقط تنبيه في هذا الحفل إلى مستوى شبابنا وشاباتنا، للأخوة والأخوات، اليوم قاعد يفد إلينا فكر غريب. يعني في كل بين فترة وأخرى، خاصة الإنسان المتابع للساحة، وهذا دائما في كل السنوات اللي يصير فيها صراع سياسي بيننا وبين أعداننا، طبيعة الحال هكذا، العدو يستغل هذه الفرص. في الثمانينات جت قضية السفارة، وفي كذا الناس منشغلين بالسياسة، منشغلين بكذا وبأبنائهم، بآلامهم، بالآلام، بالكذا، بحيل القضايا. أكو هذول المتطفلين والشخصيات اللي تستهدفنا، أعداء الإسلام، أعدائنا، يحاولون يشتغلون على مستوى الفكري، فكر وغزو ثقافي وغزو فكري، وعلى البعد الأسري والاجتماعي في مجتمعنا. وهي الجانب اللي أريد أذكره، أن ساعات كثير من الأخوة والأخوات ينبهرون بالأفكار الجديدة، ينبهرون بالشعارات الجديدة، ينبهرون بمدرب أو بشخصية، وحتى لو عالم دين، ينبهرون ببعض المصطلحات العصرية. ساعات أكو بعض الشخصيات يريد يدخل للأمة، يدخل للمجتمع، يدخل للفتيات. أكو بعضهم ما يستهدف الشباب، رجل يستهدف الفتيات، يستهدف الأسر، عنده أهداف وأغراض أخرى، يجي بعناوين عصرية، بعلوم عصرية،
ويحاول يغلفها بالإسلام، أو الإسلام يغلفها بهذه المفاهيم. ويمكن لو تدخل وياه بالعمق يقول لك أنا أريد شنو؟ أسلم هذا العلم، أسلم هذه الفكرة. أنتوا كل يوم تسمعون دورات، وأنا هذا أناشد منه اللي في المشارع التعليمية، اللي في الصناديق الخيرية، اللي في مآتمنا. أكو شخصيات إجت سابقا حتى بعمامة رسول الله وركبت هذه المنابر، ونبهنا عنها يا ناس يا مؤمنين التفتوا، لأن بعد تعرف ساعات أقول لك الشعارات سيكولوجية وأيديولوجية وكذا وكذا، يعني لو قبل الخطيب نصف ساعة ساعة كاملة يعد لعشرين مصطلح، يوم ثاني الماتم يبتلع. عدل الانلبي، عدل يجيب مصطلحات. اليوم يدخلون لنا بهالمصطلحات الخطيرة، الطاقة خلاقة، يعني اليوم بالطاقة الخلاقة وبالأفكار. وإذا تروح إلى كثير من هذه المفاهيم وكثير من هذه العلوم اللي قاعد يطرحونها، أما شوف بعد هندوسي أصلا، فكر غريب، فكر خليط، وللأسف الشديد تفتح، وخاصة بعضهم هذيل اللي يطرحون، أنا ما أقول الجميع، بعض الشخصيات بعضهم يطرحون سذاجة، بعض يطرحها عند أغراض خطيرة جدا. وبالتالي أيها الأحبة يكون نلتفت لأي شعارات تطرح. سيدة الزهراء أصلت لنا الفكر بعد رسول الله، محاضرتها كلمتها اللي وجهتها قاعدة تأصل الفكر، طرحت عقائد الإسلام من ألفها إلى يائها، تأصل الفكر. فبالتالي الأخوات المؤمنات الملتزمات، الأخوة المؤمنين، مو فقط أي دورة أنا أدخلها، أي مدرب أروح أنخرط، أي فكر يطرح لي بالساحة فكر هجين، ساعات أفكار هجينة فيها خلط فيها تغليف للمفاهيم، وبالتالي تشوف كثير من شبابنا وشاباتنا وبعدين ينجرون إلى طريق الخطأ، وبعدين ينجرون يثبتون إليك شخصيات إلى الساحة، يثبتون شخصيات إلى الساحة بهذا المستوى بالالتفاف حولهم بحضور دوراتهم بدون التعمق في فكر الإسلام. اليوم رسالتنا السيدة الزهراء أسوة، السيدة الزهراء قدوة، أن نحمل الفكر الأصيل، فكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مو الفكر الخليط، مو الفكر الأمريكي، مو الفكر الوافد، مو ناخذ أفكار الغرب ونحاول شنو نغلفها بالإسلام. الإسلام مو ناقص، خذ فكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيم أفكار الآخرين، مو تأخذ فكر الغرب وتبغى تقيم الإسلام وسلوك المسلمين والأسر وكذا، توصل لهم أفكار وافدة. أنا حاول أختصر، ظاهر أن الوقت قصير جدا، ولكن حبيت في هذه الليلة أنا أوجه رسالة، هي رسالة مهمة، هي هذه الرسالة المهمة جدا، أن نذكر إسقاطات قاعدين نعيشها. أنا قبل قليل قلت لكم في الليلة الواحدة في الأسبوع كم شخصية يتصل عن طلاق، رجل أو امرأة، حالات الطلاق، التفكك. هاي بعض المرشدين أتكلم وياهم يمكن سابقا كانوا يتحدثون عن موضوع الطلاق بكثرة، الآن قاعد تفدنا حالات أخرى. الأب والأم يأتون بأبنائهم في عمر الإعدادي، في الابتدائي، نهاية الابتدائي، في الإعدادي، يجلبونهم إلى المرشدين، يقول والله هذا عصبي، أولادنا صايرين عصبيين، أولادنا ما يطيعون، أولادنا راح ماخذين هذا السلوك، أبنائنا راحين ماخذين هالسلوك. وقاعدة تكثر الحالات، العلاقة بين الأبناء والآباء، وحالات وظواهر قاعد تطلع بين الأبناء في شخصية أبنائنا في الإعدادي، في الثانوي، في الابتدائي، وتشوف الشكاوى كثيرة. يعني الابن قبل من أسبوعين ثلاثة جاء والد مع ابنه ويشتكي عليه أمام جمهور، يعني حاضرين، يعني فاقد، واصل لدرجة من العصبية بالنسبة لعلاقة مع ابنه، في سلوكياته مع ابنه، يقول حاولوا تعالجونه، حاولوا تشوفون الحل. هاي بعد نقطة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها،
الكلام اللي ذكرته في أن الزهرة كانت ترعى الجانب التربوي في البيت، تربية الأبناء هو له الأولوية. اليوم اللي صاير في مجتمعنا الأولوية للعمل، بحيث نشترط حتى في عقد الزواج الأولوية للعمل، الأولوية للوظيفة، الأولوية أن تكون المرأة مديرة، الأولوية أن تصعد المرأة إلى مستويات عالية في الجانب الوظيفي، الأولوية أن تحصل على راتب أكبر وأكبر وأكبر. هذا اللي قاعد صار الأولوية، وبالتالي كان على حساب تربية الأبناء وعلى حساب العلاقة مع الأزواج. وهذا كلامي اليوم، مو معناته أن أبعد الرجل عن كثير من هذه الظواهر وهذه الأخطاء وهذه السلبيات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعو من الله سبحانه وتعالى أن نسير على خط الزهراء سلام الله عليها، وأن نأخذ من أبعاد الزهرة ومن فكر الزهرة ومن سلوك الزهرة ومن تربية الزهرة سلام الله عليها. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. نشكر سماحة الشيخ علي المتغوي على هذه الكلمة، ونتمنى من الجميع تطبيق ما قاله الشيخ. نتمنى بس من رئيس المأتم يتقدم لتقديم شهادة إلى فضيلة الشيخ علي المتغوي. صل على الله. حب فاطمة من أغلى وأجمل صفاتي، يكفيني تسبيحتها تعطيني رتبة، أغرق وأشوف إنها سفينة نجاتي، أعطش وأحس حروفها بصدري عذبة، ما تنقبل لو ما أحبها صلاتي، ما أقدر أضمن للثواب أدنى نسبة، تختم على صومي وتوقع زكاتي، لو ما فضلها ما خلق ربي كعبة، وتلوم بهجتي تهنئاتي، مستخسر بخير النسى المحبة، بالزهرة لو ما أحتفل في حياتي، منه اللي يستاهل بعد أحتفل به، مو بس أقدسها وأحبها في ذاتي، حتى اللي يخدم لها خادم أحبه، حتى اللي يخدم لها خادم أحبه. ولدت الزهراء عليها السلام في يوم الجمعة، في يوم الجمعة 20 من جماد الآخر بعد البعثة بخمس سنوات في بيت النبوة، وترعرعت في ظلالة الوحي، فحملت روح رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاقه. فالسلام عليك يا سيدتي، وأشهد أن الكوثر الذي وهب الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فنعم المعطي ونعم العطاء، وأشهد أن الله قد فطمك من النار وجعلك سيدة نساء العالمين، فيغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما أخبرك بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا فاطمة، إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وكنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلعشكت الزهرة وبدمك ولاها، من أبوها المصطفى زايد غلاها، يلعشكت الزهرة وبدمك ولاها، من أبوها المصطفى زايد غلاها،
بالفخر يا سيد مصطفى ارفع لواها، لازم بيوم الحشر توفي الهواها، لازم بيوم الحشر توفي الهواها. أما الآن مع قصيدة للشاعر السيد مصطفى، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأطهار المنتجبين. نهنئكم حضور هذا الحفل الكريم، ونهنئ مولانا صاحب العصر والزمان بذكرى مولد سيدة نساء العالمين والدة الحسن والحسين والأئمة المعصومين الطيبين الطاهرين، ضارعين إلى العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى ونحن وجميع المسلمين في أحسن حال بجاه محمد والآل. وفي نفس الوقت نسأل خالقنا العظيم أن يعجل ظهور مولانا المهدي المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن ينصر جميع المسلمين على أعدائهم المرتدين الحاقدين، ويطهر دولة فلسطين من اليهود المحتلين الغاصبين. إنه سميع مجيب دعوة المضطرين. مع الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. زهراء يا قمر، زهراء يا كوكب، زهراء يا نور ويا بدر، زهراء يا لحن أبياتي وقافيتي، ويا أهازيج ألحاني مع الشعر. إن قلت أنتم صمود مذهل ثابت، فعزة النفس تغنيكم مدى الدهر. يبارك الله أفراح يمزقها، حزن على الصيد ممزوج مع المر. ويجمع الألم الطاغي مصائرنا، وتشرق الشمس في الأجواء كالبدر. ونحتسي من كؤوس الحقد علقمها، ونشرب السم ممزوجا مع الصبر. ونسأل الدهر والآلام تعصرنا، يا دهر هل رزق مولاتنا من عالم الذر؟ وهل نعود، وهل تعود لنا الأيام باسمة باسم فاطمة تقوى على الشر؟ وهل نحطم باسم المرتضى زمر من القرود باسم الدين قد هتكوا بيت مولاتنا الزهراء بنت المصطفى الطهر؟ صلوات على محمد وآل محمد. مولد الزهراء عيد به نفخر شيعة الكرار حيدر. مولد الزهراء عيد به تفخر شيعة الكرار حيدر، وباسم المصطفى المختار تعلن ونحدد لعلي ابن أبي طالب ولا. مولد الزهراء شمس أشرقت باسم رسول الله خير الأنبياء. مولد الزهراء نور باسم داحي باب خيبر ملأ الكون ضياء. مولد الزهراء صوت يتحدى المارقين الناكثين الأشقياء. مولد الزهراء شعر، مولد الزهراء نسر، مولد الزهراء عزم وصمود وإباء. مولد الزهراء رمز للتحدي والبطولة والفداء. مولد الزهراء صبر، مولد الزهراء نصر ضد أزلام السقيفة الأغبياء. مولد الزهراء لوعة، مولد الزهراء دمعة، مولد الزهراء نوائح ومذابح يوم عاشور بوادي كربلاء. مولد الزهراء ملاحم، مولد الزهراء مآتم، مولد الزهراء مواكب ومسيرات العزاء. مولد الزهراء يبقى أبد الدهر يندد بالقرود الغاصبين المعتدين. من أباحوا هتك بيت الوحي بالحقد الدفين، فعليهم لعنة الله إله الكون جبار السماء. صلوات على محمد وآل محمد. فاطمة الزهراء يا ابنة طه المصطفى الهادي الرسول. فاطمة الزهراء يا زوجة علي المرتضى فحل الفحول. فاطمة انشودتي، فاطمة يا دمعتي، فاطمة يا حسرتي مع لوعتي، فاطمة سيدتي الطهر البتول.
يوم ميلادكم لميمون أهتف وأقول أنتم أم الأئمة الطيبين الطائرين، أنتم النور الذي أشرق من عالي السماء يتحدى زمر الشر الطغاة الملحدين. من أباحوا هتك بيت السيدة الزهراء أم الحسنين فعليهم لعنة الخالق إله الكون تبقى أبد الدهر على مر السنين. مع صلاة وسلام يتكرر لرسول الله طه مع داحي باب خيبر والأئمة الطيبين الطائرين. صلوات على محمد وآل محمد. فاطمة أم الحسن، يا فاطمة أم الحسين أنتم سيدتي رغم المحن، قمر يا بنت طه سيدي الهادي الأمين، أنتم النور الذي أشرق من عالي السماء رغم كيد الملحدين، وسيبقى اسمكم رغم القرود الجبناء الحاقدين يتحدى باسم حيدر زمر الشر الطغاة المعتدين. من أباحوا هتك بيت الطائرة الزهراء أم الحسنين سيدة كل النساء، اعذريني ابنة المختار لو بالشعر والأشعار في هذا المساء قد تحدثنا القرود الحاقدين الجبناء. أيها الطهر البتول يوم ميلادكم الميمون يا سيدتي ماذا أقول، هل أندد بحثالات العلوج المارقين أم على طفلكم الساقط بين الباب والحائط أشق الجيب أندب حظنا العاثر مع الأوغاد من داسوا على صدر الحسين. زهراء يا قبس يا نور خالقنا إله الكون، زهراء جدة المهدي حمر الإسلام من كل طاغية وفرعون، زهراء الصبر والتوحيد والإيمان، زهراء نور شعب الكوكب الأرضي باسم الواحد الديان، زهراء بضعة المختار، زهراء قدوة الأحرار، باسمك نقهر الأشرار وباسمك زهراء نتعنى المشهد حيدر الكرار، وباسمك تزحف الزوار الى كربلاء وسامرة ينادون برفيع الصوت فدوى للشهيد حسين. كل شيعة ابو الصبطين وخل تنتحر الاشرار من نقصد الى مشهد علي الهادي مع العسكري نهتف باسم داحي الباب ونتحدى قوى التكفير والتفجير والارهاب، وباسم الزهرة نجدد عهد للمصطفى المختار والنادي برفيع الصوت. زهرة يا عمود الدين ويا أم الحسن وحسين باسمك نرفع الرايات رغم الحاقد المرتد، وباسمك تهتف الأحرار في كل مسجد ومشهد. زهرة انت سعادتنا، زهرة انت عزيمتنا، زهرة انت ولايتنا، زهرة انت عقيدتنا. صلوات على محمد وعلى محمد. زهراء النبي المصطفى المختار، زهراء الوصي حيدر علي الكرار، زهراء النجف والكعبة والمحراب، زهراء كربلاء والبطل داحي الباب، زهراء الحسن المجتبى المسموم، زهراء الشهيد حسين ابو السجاد المقتول والمظلوم، زهراء زينب الحوراء وسكينة مع ام كلثوم، زهراء البطل عباس ابو فاضل شديد لباس، زهرة الطفل عبد الله والأكبر وابن الحسن القاسم، زهرة فدك المغصوب وهم انت قهر ضد العدو الغاشم، زهرة انت الرصعة وانت نبتة المسمار من قنفذ مع الملحد في منزلكم القدسي هتك حرمة علي الكرار، زهرة الصدر المجروح بأيدي رموز الحقد الأشرار، زهرة محسن المدبوح اللي سقط عند الباب، يا زهرة انت قدوتنا، يا زهرة انت لوعتنا وحسرتنا، يا زهرة انت دمعتنا وهم انت الحسينيات وكل جملة مساجدنا، يا جدة أئمتنا. صلوات على محمد وعلى محمد.
زهرة جنة الفردوس، زهرة نور شع من طوس، ومن نقصد إلى خراسان نهدي للرضا باسمك ورد متعطر بريحان. وما ننسى المعصومة حفيدتكم بمشهدها بمدينتكم، نتبارك ونتشرف باسم طه النبي المختار والدكم، ونفس الوقت نتعنى إلى مشهد أبو مصطفى روح الله والابن الرضا القاسم. ملايين البشر زوار من كل قطر بالعالم اهتفوا ضد بني الصهيون، واعتاب الرضا يقبلون ويعتبرون كنا صبي إرهابك وهم متعقد ومجنون. وخلي يسمعنا كل شيطان وكل ملعون ابن ملعون، احنا من عهد جدكم ابو سفيان والمرتد ابن ميسون، بانخشى من الارهاب ونهتف باسم داحي الباب وباسم الطاهرة الزهرة في مولدها الميمون. نجدد بهذا اليوم للكرار من محفلنا الحاشد باسم المصطفى المختار، نجدد ولايتنا وهم نهدي الى ام البنين اشعار. لا ننساها ام البطل العباس ابو فاضل شديد الباس، رمز التضحية والفخر والنوماس، وهم ساقي عطاشة كربلا بعزمش بالحيدر ابو الحسنين. كفو نعمين يا ام البنين ابنك اتحداهم قرود يزيد، واثبت على ارضية الواقع بكل اصرار جرأتنا وقوتنا وشجاعتنا. صلوات على محمد وآل محمد. يا زهراء يا أم الحسن وحسين في مولدكم الميمون هذا اليوم، كل شيعة علي الكرار مسرورين وبتهجين، وباسم المصطفى المختار والدكم وجد العترة الأطهار نتبارك ونتشرف ونهدي لأبو إبراهيم من كل بلد بالعالم الإسلامي تهاني معطرة بالورد والريحان. ونفس الوقت ما ننسى خديجة الطاهرة الحوراء نهديها باسم كل مسلمة ومسلم ألف تهنئة بمولدكم، ولا ننسى مع الذكرى عدوتنا وعدوتكم جعد الحاقد الندلة دست سمها القاتل لريحانة رسول الله. ونفس الوقت ما ننساها حرب الجمل مع أشرار خلق الله، ولا ننساها إلى أعلنت حرب الحقد مع زمرة بني مروان ضد محطم الأصنام فارس بدر والأحزاب أبو الحسنين داحي الباب، قدوتنا وفخر عزنا وكرامتنا. صلوات على محمد وآل محمد. شهيدة سيد الكونين يا زوجة أبو الحسنين، يا عمر الزهور الطاهرة الزهرة، يا بضعة رسول التقوى والإيمان، يا أم زينب الحوراء، يا قديسة التقديس، يا صبر النبي أيوب ويا عزم النبي إدريس، يا كوكب سماء الكون أحفادك وشيعتكم لحتى اليوم يتحدون كل طاغية وكل ملحد وكل فرعون، ما يكترثوا بالإرهاب وباسم فاطمة ما يهتفون لا لد الأبد هيهات. شيعة علي داحي الباب شوكة بعين كل مرتد وكل ناصب إرهابي وكل متعقد ومجنون، قسم باسم النبي الهادي وباسم حيدر الكرار نبقى للأبد شيعة. وما ننسى غدير الواحد القهار أبد ما ننكث البيعة مثل ما عملوا الأشرار، واعتبروا سقيفتهم من النيران يوم الحشر تنقذهم وتحرقهم ميهم، ولكنهم بقعر جهنم الحمراء تحرقهم وتصليهم أعداء الله. الغصبة وفدك واللطمة والزهرة بالطاهر رسول الله سيدنا ومنقذنا وقدوتنا. صلوات على محمد وآل محمد. زهرا انتو سعادتنا، زهرا انتو شهامتنا، زهرا انتو شجاعتنا وقدرتنا وجرأتنا. انتو يا ام الحسن وحسين باسم فارس بدر وحدين وباسم المصطفى المختار طه سيد الكونيك بعزم ثابت مع الاصرار اتحديتوا الى اشرار ازلام السقيفة الغجر الكفار، الهجموا عليكم بالحطب والنار والاسقطوا اعداء الاله الخالق الجبار. محسن الطفل عمري وبعد روحي وآهاتي وحسراتي مع جروحي،
وهذا احنا لحتى اليوم شيعة حيدر الكرار. ما ننسى مصائبكم يا اهل البيت يا اخيار ويا اطهار، نتحدى كل ملعون وكل طاغية وكل فرعون، وخلي يسمعنا كل احمق وكل متعقد ومجنون. شيعة علي يتحدون في كل منطقة وبلد رموز الكفر والزندقة والالحاد، احفاد الندي المروان والملحد ابو سفيان والمتغطرس ابن زياد. ابد والله ما ننسى مصاب حسين ابو السجاد، نقصد كربلة من كل بلد كل عام، نهتف لابسين اكفان يا زمرة قوى التكفير، ما نخشى من التفجير يا اندال ويا كفار ويا اقزام. رغم انف يزيد الاحمق الملعون، شيعة علي يعتبرون احفاد البتول الطاهرة الزهرة سادتهم وقادتهم وائمتهم، وخلى اعداء ابو الحسنين ينتحرون. من يسمع من دولتنا بالبحرين هذا اليوم ابيات وشعر منظوم باسم 14 معصوم وباسم المهدي المنتظر الموعود منقذنا وامل كل مسلم ومسلم بهذا الكوكب الارضي، شبل فارس بدر وحنين ومحطم قوى الزندقه بفلسطين وحامل مسجد الاقصى من رجس اليهود الغجر، اخطر خطر بالعالم لامتنا. صلوات على محمد وال محمد. وبذكرى المولد الميمون للزهراء من قرية بلاد المرخ أنشد وأقول: فاطمة الزهراء الطهر البتول، فاطمة الزهراء يا بنت الرسول، فاطمة الزهراء يا قرة عين المرتضى فحل الفحول، فاطمة الزهراء يا بنت خديجة سيدة كل نساء العالمين، فاطمة الزهراء جدة سادة الأطهار أم الحسنين، بضعة الهادي الأمين، بنت خير المرسلين، فاطم يا لوعتي، فاطم يا دمعتي، فاطم أشعاري مع أنشودتي في مآتم شيعة الكرار مولى المتقين، فاطم أنتم عمود الدين بل أنتم صراط المستقيم، فاطم أنتم صمود قد تحدى الملحدين، فاطم أنتم بكاء، فاطم أنتم عزاء، فاطم أنتم مصائب ومآسي وأنين، سيدة كل النساء أنتم رمز الولاء، أنتم النور الذي أشرق من عالي السماء، يوم ميلادكم الميمون عيد قد تحدى الأشقياء، ومع النصر المبين راية الإسلام تعلو باسم طه رغم حقد الحاقدين الغاصبين المعتدين، وسيبقى اسم ذاح الباب نور مشرق أبد الدهر على مر السنين، وسيبقى الفدك المغصوب وصمة عار تلعن وتندد بالحثالات الطغاة الناكثين، من أباحوا هتك بيت المصطفى المختار بالحقد الدفين، مع صلاة تتكرر وسلام للنبي الهادي وحيدر والأئمة الطيبين، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين، المهدي عجل فرجه يا رب سهل مخرجه، المهدي عجل فرجه يا رب سهل مخرجه، المهدي عجل فرجه يا رب سهل مخرجه. صلاة على محمد وآل محمد. نشكر الشاعر السيد مصطفى على هذه القصيدة الرائعة، ونتمنى مزيدا من التوفيق له وللجميع إن شاء الله. يا فاطمة، إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، وكنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذيه ما آذاك، وأشهد أنك قد جاهدت المنحرفين والضالين ودعوت إلى الصراط المستقيم الذي جاء به أبوك صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، فلعن الله أعدائك من الأولين والآخرين، وأشهد أنك كنت أما لأبيك ومخلصة لبعلك وبنيك،
وأن الله قد طهرك تطهيرا. فقال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيا شفيعة عند الله اشفعي لنا عند الله، والسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعثين، ورحمة الله وبركاته. يلي رحت لزينب وحبك تشيله، الكلام موجه لك يا عبد الأمير. يلي رحت لزينب وحبك تشيله، واثق بزينب وكل عزمك بطوله. يلي رحت لزينب وحبك تشيله، واثق بزينب وكل عزمك بطوله. يا أمير وبكل فخر زرت العقيلة، وما يهمك داعشي خايب دليله، وما يهمك داعشي خايب دليله. أما الآن مع الرادود البطل الذي زار السيدة زينب في محك الظروف وفي أصعب الظروف، فنهنئه بهذه الزيارة، فليتفضل مشكورا مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. نبارك لكم أيها الأحبة ذكرى مولدي سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. واقعا نسأل الله أن يجمعنا وإياكم. أشكرك أخي على هذه المقدمة الطيبة. نتمنى أن نكون في مقام سيدتي ومولاتي زينب الكبرى، وأن نحظى بشفاعتها إن شاء الله جميعا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في زيارتها إن شاء الله في قريب عاجل، بفرج ونصر لنا وللشعب السوري ولكل بلد مضطهد فيه ذكر علي وآل علي. أرادوا أن يطمسوا هذا الذكر ويطمسوا هذا الاسم، ولكن شاءت الأقدار أن يجعل ذكر محمد وآل بيت محمد عاليا. فكلما أرادوا أن يطمسوا ذلك النور شع وازداد وازدهر ببركاتكم أنتم محبيهم، ببركاتكم أنتم من جعلتم حب محمد وآل محمد في قلوبكم. من أمهاتنا أخذنا هذا الحب، ومن أبوتنا أخذناه. فنسأل الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة، نعمة الولاية علينا وعليكم أيها الأحبة. سامحونا طولنا عليكم شوي، راح ندخل في صلب الموضوع. أولادي الحبايب الإخوة مهيئين لكم، تسمعون هل ولا ها؟ احنا نسميها ناصفة ونسميها عيدية طالما في محبة محمد وآل بيت محمد. يعني هادي بالربابي والنصوص مخلينها إليكم للي ما يسوي ها؟ فوضى عدلة فوضى زينة. يا بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة. أكلام
عالم النور يا نور الكلام كلام النور يا نور الكلام يحن إلى مصابيح الظلام آل البيت أهل الله أسنى جمال للبداية والختام صلوات ما عليه لو سمعنا صلوات ثانية بأعلى أصواتكم لا زالت الصلوات عند أهل المرخ لا ترقى لصاحبة هذه المناسبة العظيمة فعلوها أيها الأحبة بالصلوات الثالثة ولتكن أعلى من الأولى وأعلى من الثانية فهل تحلو الصلاة على سواهم وهل تزدان باقات السلام وهل يصفو الكلام وهل يصفو الكلام بلا صلاة على حب المظلل بال غمامي صلوات وهل تنمو الصلاة بحب طه بغير الآن أقمار التمام شو تقولون صلاتنا مبتورة تكون وإحنا ما نقبل بها وهل تنمو الصلاة بحب طه بغير الآل أقمار التمام وأجر رسالة المبعوث نورا مودتهم على كل الأنام فكل دقيقة في كل يوم وأسبوع وشهر كل عام وأنتم يا محبين محمد وأنتم في محبتكم بخير وخير الحب حب الالتزام صلوات يا من رب السماء صلى وسلم 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 يا من رب السماء صلى وامور الخلق لك أعطى وسلم إلك قلب المحب أقبل وسلم يبارك مولد الزهرة زكية على 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 يا نجم بالحسن ربي علاها علاها ونالت من فيوض الله علاها وقدر مريم قدر فاطم علاها علاها ولا كانت بعد مريم نبي صلوات الله
يا زهرة انت للعشاق قبلة، يا زهرة انت للعشاق قبلة، وربي كل محب لجلك يقبله. يا ليت بتربتك اتهادى قبله، يا ريت يا الله، يا ريت بتربتك اتهادى قبله واطفيها الحنين اللي هج بيا صلوات. ميلاد الجمال، ميلاد الكمال، مولد آية التطهير والحب الحلال. وين راحت؟ مولد آية التطهير والحب والحب الحلال. نعم، نقول هذا كل محفل أقوله، هذا الحب الحقيقي. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحب في قلوبكم، أنتم محبين محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على لو تفتش الدنيا كلها تشوف منو عنده هذا الحب. تسمع انت اليوم ناس واجد هذا يحب، وذاك فالنتايم، وذاك ما ادري شنو، ذاك سوى حميت على زوجته بعد كلاوات. هذا الحب، حبكم لمحمد وآل بيت محمد. نعم، نقول احنا نحب حب امه، هذا يحب هذا، ولكن هناك حب يختلف عن جميع. ها، هذا الحب الفقط الوحيد هو حب محمد وآل بيت محمد، ولا يوجد إلا فيكم أنتم شيعتهم. دور الدنيا كلها ماكو أحد عنده هذا الحب الحقيقي إلا أنتم، محسودين بعد عليها ونحن نغبطكم عليها. ميلاد الجمال، ميلاد بتجاوبون له لا، الكمال ثاني، واحدة جمال واحدة كمال. ميلاد الجمال، ميلاد مولد آية التطهير والحب الحلال، مولد آية التطهير والحب الحلال. ميلاد الجمال، ميلاد الكمال، ميلاد الجمال، ميلاد الكمال، مولد آية التطهير والحب الحلال، مولد آية يلا ميلاد الجمال، ميلاد الكمال، ميلاد ما عليه، خليتكم في امتحان، أبغى أجرب الحين. هذا المستهل الأولي، تجربة، ما هو مو ليس للنشر، لا تنشرون هذا اللي صار كله الحين، مو قبول. يلا شباب، خلي فكرك يمي، على قولة العراقيين خلي فكرك يمي وساعدني بالجواب، مالك يعوش في التلفون ولا يهده. ميلاد الجمال، ميلاد إيه؟ لا لا عدل، هذا للنشر. مولد، مولد آية التطهير والحب والحلال. عافية، أي والله، مولد آية العفة، مولد، مولد سورة العفة، مولد آية الرأفة والاستقامة، صوتك حبنا اللي على الفطرة، مولد فاطمة
مولد حبنا اللي على الفطرة مولد فاطمة تاج الكرامة أم الهادي وبنته أزكى بذره ونبته أم الهادي وبنته أزكى بذره ونبته تثمر إمامة الله بنور زكاها وإحنا بحبنا وياها الله بنور زكاها وإحنا بحبنا وي وإحنا بحبنا ليوم القيامة ليوم بستان الطهارة انفتح زهرة والسبع ازدهت والأرض زهرة بستان الطهارة انفتح زهرة والسبع ازدهت والأرض كل من لفت فاطمة كل من لفت اي والله في المرخ احتفال وبالجنة في مرخ في الجنة مولد مولد آية التطهير والحب ميلاد الجمال ميلاد الكمال ميلاد ميلاد الكمال مولد آية التطهير عفية عليكم تعالوا 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 ثلاثة زاد الصوت بعد ها بصير ربيتين احنا ربيه حب الله ورسول الله وحب فاطمة سر الله حب الله ورسول الله وحب فاطمة سر في كل قلب صار في كل حب حيدر وأولاده وحب السادة والقادة وحب حيدر وأولاده وحب السادة وال من آل الأطهار في مولد هبايعنا وعالحبها تشيعنا في حبها في مولدها بايعنا وعلى حبها تشيعنا للشرع أنصار إن شاء الله للشرع الزهرة عقيدتنا وباسم الزهرة وحدتنا الزهرة عقيدتنا وباسم الزهرة إن شاء الله وباسم الزهرة في حبها أحرار كل من يحب دين البار يحبنا أطايب كل شجرنا على حبنا أطايب كل شجرنا على لله وللنبي شرعته حبنا وللزغرة وعلي صفوة بنية وللزغرة وعلي صفوة يا أصحاب الشمال حظكم والله مال يا أصحاب الشمال حب والله ما مولد مولد آية التطهير والحب والله مولد آية
ميلاد الجمال ميلاد اي والله مولد مولد آية التطهير قوي الصوت قوي الصوت رشوة عافاكم الله. طبعا القصيدة وكانت أيضا القصيدة الأولي إلى الأستاذ عبد الله القرمزي البحراني. فاطمة الزهراء أملنا من تجي يوم القيامة اتنادي أموال حيدر لكم اليوم الزعامة واللي يبغضها يا ويله واللي يبغضها يا ويله هناك ما تنفع ندامة يا ويله يا ويله ها ها يا ويله ما تعرفونها مال العراق يا ويله ها ها يا ويله يا ويله اللي عاد الزهره يا ويله يا ويله اللي عاد تاج فوق الراس كلهم اعني اصحاب النبي الله سماهم باسمه اشتق علي من علي واحنا من نوقع بشدة كلنا نصرخ يا الثريا الحلوة هذه نريدها تطيح ها واحنا من نوقع بشدة كلنا نصرخ يا واحنا منو ما طاحت يلا واحنا منو قاع بشدة قلنا نصرخ يا باقي شوي بسم الله بسم الله منور والينا بسم الله منور بسم الله منور ها اخوتي ها ها اخوتي هي عجل ها اخوتي هو اي لا استاذين حق هالشغله بعد وحدها اخوتي ها شايد 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 على قبري أريد حسين شاهد وبالمحشر أريد لساني شاهد على حب يا لايم قوم شاهد على لساني انطبع اسمش شفية بعد بدنا ذكرونا باسم زينب وذكرنا الأخ العزيز باسم زينب سلام الله عليها وبزيارتها يلا نواصب لحدها جوابك لحدها نواصب هالزمن وصلت وقصدت زينب تهدم وسمع عباس وقام اقسم لحدها لحدها مثل حد الغنم والبر برية صلوات مليون مليون صلاة على النبي مليون ويا شيعتي الهادي صلوا على النبي إلا للحزن صادي صلوا على النبي
والفرح مو عادي. صلوا على النبي مليون 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 مليون. وللزهراء الفرحة صلوا على النبي ويردد الصداح صلوا على النبي. لا لا الألم ينزاح صلوا على النبي. والله هالليلة قدسية صلوا على النبي. فرحة قياسية صلوا على النبي. حورة إنسية صلوا على النبي. ومليون مليون صلاة على النبي. ومليون مليون صلاة على النبي. أوقف أوقف وارجع هناك. أوقف أوقف وارجع هناك. إذا كتابك خلي محفل بدون ذكر علي محفل ناقص. نقول له أوقف أوقف وارجع هناك. إذا كتابك خلي يجعل الله الجنة مثواك. إذا وافق إذا وافق علي يجعل الله. اعطونا عاد ميكروفون نخرخش بداخل. ها في لو لا دي الله اللي بعد حاصرين هني. اوقف اوقف وارجع هناك. اذا كتابك اذا كتابك خلي. قوم جيب الخردة. قوم قوم جيب هدك هناك محطوط الجيس. مو تاخذ عاد من شيء. يجعل الله الجنة مثواك اذا وافق. يلا يا اهل المارخ اذا وافق. اوقف اوقف وارجع هناك. اذا كتابك خلي. اوقف اوقف وارجع هناك. اذا كتابك خلي. يجعل الله الجنة مثواك اذا وافق علي. يجعل الله حوارك سيد. اوقف اوقف ما حفظتون؟ عيدة يلا ما عليه سكتوا عشان تسمعون. اوقف اوقف وارجع هناك اذا كتابك خلي. اوقف اوقف وارجع يجعل الله الجنة مثواك اذا وافق علي. يجعل يجعل الله بعد اخوة. اوقف اوقف وارجع هناك اذا كتابك خلي. يجعل الله يجعل الله يلا عاد نمشي عليكم الناس وبعد. إيه لا تقول لا تظن الجنة بالسجدة الطويلة تنشري. لا تظن الجنة بالسجدة الطويلة. لا شفاعة بلا ولاية والولاية في الغري. لا شفاعة بلا ولاية والولاية حجبة عندك بعد. لا تكذب ولا تفتري. حجة ما عندك بعد. لا تكذبوا. بركة بركة خذها. حجة ما عندك بعد. لا تكذبوا لا. يكفي بس برنامج السيد. يكفي بس برنامج السيد. ما حد حرق حمصتهم.
ها وداواهم للسيد. يكفي بس برنامج السيد قال النبي والكل سمع ما مش ولي. يلا ابغي جوابك ما مش ولي. قال النبي والكل سمع كل مرسل وهاد اقتنع. ها كل مرسل وهاد اقتنع. تعال اعطيتك قبل اعطيتك لو ما اعطيتك يا بعد قلب ولدي. خذها خذها. ها هذا الربيه ظلمتك شفت في يد الربيتين. ها انت بعد لا طالع نوت جينا حومه وانت بعد يا بعد روحي. ها جاينك الدور جاينك. قال النبي والكل سمع ما مش هذه كلمتكم ترى يا البحارنا. قال النبي والكل سمع كل مرسل وهاد اقتنع من مهدك اليوم الفزع. اي ما مش ولي الا علي الوصي بحد ذاته مرسول يا لايم مذهبي. الوصي بحد ذاته مرسول يا لايم مذهبي. في التباهل ربك يقول علي نفس. في التباهل ربك يقول يلا ارجع. اوقف اوقف وارجع. رجعوه رجعوه إذا كتابك خلي أوقف. يجعل الله أعطيتك لما أعطيته الله أعطيتك لما أعطيتك. يجعل الله أعطيتك لما لا خدها بركة خدها حبيبي. لا ترجع لا ترجع. ها أخوتي ها ترى كأنك من شوي قاعد منك حبيبي. يلا روح يلا جاينكم الدور جاينكم الدور. شو يقول الشاعر نادر التتان؟ قل هو الله أحد معناها ما فوقه. قلت قل هو الله أحد قال الله الصمد. نون لقال تعال يا بعض الطوائفي تعال تعال. وش اسمه؟ حيدر. حيدر تعرفون هالبطلة؟ ها الحلو هذا يبين يبين ما يحتاج اعرف انا هالماركه. حيدر اسمك؟ تعال عادي يا حيدر مش عاجل انه ولد منو حيدر؟ ولد ابراهيم. يستاهل تسوون له صلوات ما يستاهل حيدر؟ اصبر اصبر استعجل. هذا حيدر نبغيه يجاوب الحين مو بس كذي رباب تقسم بلاش ما في فايده. حيدر الليله الجماعه وش مسوون؟ وش عندهم احتفال ولا احتفال وعزاء؟ احتفال احتفال مو عزاء. ها واللي مركبينه شنو؟ زين ايه حقوه احتفالي؟ ايه قال هو احتفال. مولد منو الليلة عندنا؟ يلا قعد بابا. الزهراء يقول عاد. مولد الزهراء. مولد الزهراء والإجابة مغششة لكنها صحيحة. مولد الزهراء حبيبي عفية عليك. ليلة مولد؟ منو؟ الزهراء عدل أي جمري. مولد الزهراء. مولد الزهراء. مولد الزهراء سلام الله عليها. تتفقون ويا اولاد ليله مولد منو؟ الزهراء. الزهراء سلام الله عليها عدل مولد منو؟ سلام الله. اذا ما تكملون تروح عليكم والله. كلمت كملت زين. مولد الزهراء سلام الله عليها بارك الله فيكم. حيدر مستانس؟ كم اعطيتك؟ ولا شيء مسكين اللي تشوفونه قاعد.
تعال حيدر يستاهل الهدية. وصميناه مسكين وقعد مسكين تقولون هادك وقعد. تفضل حبيبي. هذه ربوية وهذه ربوية مالت الجواب وهذه نص ربوية نص ربوية من عندي لك. مو تغارون بتجيكم ما عليه. أعطيتك هاك يا بعد طوافي روح زين نكمل. لا تقول لا تقول مصلي صايم رايح الحج يا بطل. لا تقول مصلي صايم رايح الحج لو على الكعبة يطوف مئة ألف مالك. ويش يلا أمل والإجابة صحيحة. استاهل ربويا بعدها. لو على الكعبة تطوف مئة ألف مالك هذه جنة وما هي قاعة سينما وكل من درعم مو قطرة هي ولا بالواسطة بعد إلا إذا أبو الحسنين واسطتك مرفوع عنك القلم. هذه جنة وما هي قاعة سينما وكل من التذاكر كلها مختومة بختم خير. هذه كلكم جاوبتونها ما تكفي البيزات. التذاكر كلها مختومة بختم مكتوبة في كل تذكرة. عافية عافية لا ما توصل ها طير ليك ربيا لولا روح ودها لي بعد طوافي حبيبي روح ودها دي بركة المولد. أبو الغترة ولا عقال مو إلا صوب إلا ما عليه غترة وعقال ولا عليه شيء. مكتوبة في كل تذكرة وقع عليها حيدرة عندك ولي غير اذكره. قولوها وقروهم. عندك ولي غير اذكره وما مش ولي الا علي. ما مش ولي الا علي يلي ما واليت ابو حسين شفيدك تلتحي. يلي ما واليت ابو حسين شفيدك تلتحي. تطلب الجنة إلك عين بعد ما تستحي. تطلب الجنة إلك عين بعد. يلا وقف 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 وارجع. يجعل الله زادت يجعل الله الجنة يا مستمعين النظام. صلوا على البدر التمام. جهزوا روسكم لا تجعل رأس واحد منكم وتالي سووا لي قضية في هذه الأثناء. شيعة موالين أيها الأحبة الأطفال وهناج وقفوا محلكم لا وزح منا اكثر. تنفر الرباب والنصوص افضل والي محمد صلوات. خل لك حبيبي خلف جيسو واللي ما استلم من الاولاد الحلوين نقول له جودها وخذها. واحد اثنين روح الحق امكم. يلا الله يعودكم والله يتقبل اعمالكم ان شاء الله عايدين معتادين. طبعا لبراءة الدمة انا اخذت ثلاث ربويات. ها لا حد بعد شو اسمه لجنان ولا وديعة ولا حسن وعباس نسيت فقير الله العبس سبع القنطرة وبقت نصوص بس بيخلونها إليكم إذا قعدتون
لأن في جوائز الآن بقسمون عليكم. قعدوا في بعد ربابي ونصوص. ها؟ رقم فيفا؟ تبغي رقم فيفا؟ يبغي رقم فيفا. سيدي والنعم بك الهاشم حبيبي استريح بعد روحي. أجيب لك رقم فيفا وزين وبتلكو بعد. الله يتقبل أعمالكم إخواني آبائي آبائي الأعزاء. سامحونا جاسرنا عليكم إخواني. فقط كان مجرد من أجل إطفاء روح البهجة والسرور في قلوب الأحبة محبين آل بيت محمد. وإذا تطفلت عليكم أرجو المعذرة أيها الآباء وأيها الإخوة. وإذا في نسوان بعد سامحونا بعد. وظيفة 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 أريد أقصد لعد حيدر. صاروا خمس وظيفة وظيفة وقل خدمتك أكبر. وظيفة ترى حبك مكن بقلبي. ضيفة بشنو؟ وظيفة وظيفة بحسن وحسين والتسعة سوية أفضل الصلاة. محمد والي محمد صلوات. علي بن أبي طالب. فاطمة الزهراء. يلا يا أولاد يلا يا أولاد هذا تاريخكم. أكو السيد قام يعكسني بعد رحنا فيها. فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صلوات. صلي وسلم عليهم وصاحب العصر والزمان إلهي عليك. صاحب العصر والزمان وكل بياض والسيد بيض الله والحاضرين بيض الله والقائمين على هذا الحفل المبارك بيض. الله يعودنا ويعودكم إن شاء الله بصحة وسلامة إن شاء الله وفرج. تبقون الآن أيها الأحبة مع فقرة الجوائز ولكن سامحوني تراه البلاد ما يعطون زمان طلعوا. الله يعودنا وياكم. والفيفا بيعطيك أخوك. أعطى فيفا عليك الفيفا. يلا عايدين ومعتادين بالصلاة على محمد وآل محمد.